حتى لو يصير تغيير يجوز بالأسماء، بالأسماء الشيعة تريشي وسنة إلها، والموجودة هاي حالة مألوفة بالعراق. الأخوة الأكراد البارحة يطالبون برئاسة الجمهورية، أي بمعنى المصب نفس المصب، لكن الوجوه ربما أنه تتغير، أما تبقى البرامج نفس البرامج، لأن هم جو على هاي البرامج. فبالتأكيد أنه المواطن العراقي يبقى مستقر، هذا السيستم بقى يعني إلى ما أبد الدهر، خصوصا على رئاسة الوزراء. الحكومة توافقية من نشأت، من نشأت لهذا اليوم، فما أعتقد أنه يصير حرية بالاختيار، توافق يصير عليه حتى ترضي شنو كل الكتل الموجودة تستحصل على مرامها، غاياتها تريدها حتى تتحقق. من المحصة ما تخلى يعني، ما تخلى يعني، صارت تذكر محسوبية وصارت فظلت. شو أنت تقول ستأمل شارت تقول 50% صارت 25%، مو تمام جت أكو يعني، نتأمل إن شاء الله شيء أحسن. أي مواطن تسأل يقول لك أنا أحول أحسن أريد، مو حتى بانتخاباتنا هسه احنا بهاي الشهر العاشر يعني التمير صار اكثر من القديم. هواي عندنا هسه على محافظ ديالنا لنا كراس ما فازت، مو شفنا، لا والله شفنا الافضل، شفنا القريب بلطنا شارع، مو اللي جرنا كهرباء شفناه من هو، واللي اشتغل عنده من هو، واللي ما اشتغل من هو، لا والله ما اشتغل ما حد انتخبه.